كريم وعود للرب المعبود، برفع صلاة وتسبيح حمد وسجود، ترنيمي وعود لإله الجود، بطلب ملك المسيح على حياتي سود، من فيض القلب عرفان وحب، ترنيم جديد برنم للرب، وغني لسيدي لحني وأناشيدي، ورنم لإلهي ما دمت موجود، ترنيمي وعود، ترنيمي وعود، ترنيمي وعود، ترنيمي وعود. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. سلام المسيح، برحب فيكم أحبائي في حلقة جديدة من برنامج ترنيم وعود، ويمكن الحلقة من أحب الحلقات على قلبي لأنها بتحكي عن الصليب، وترنيمة خليجية عن الصليب اسمها أنا ما بعبد صليب. فكرة الترنيمة ابتدت معي أنه أنا كمسيحي حاسس نفسي أنه لما تعلن أنك مسيحي لازم تدافع عن نفسك، لأنك أنت معنون أنك بتعبد الصليب. وللأسف الناس اللي بيسألوا هالسؤال ما بيقتنعوا بالإجابة، فكأنه المسيحي بيعبد الصليب الخفية بس ما بيحب يقول. الإنسان بيفتخر في اللي بيعبده، يا جماعة إحنا نعبد الله، نعبد الله الواحد الذي لا شريك له، لكن عندنا في المسيحية إنه هذا الإله العظيم حقق فداء لكل البشرية على عود الصليب، فصار هذا الرمز، رمز الصليب، رمز خلاصي وخلاصك وخلاصك، بالضبط زي ما أنت بتحب أي رمز بيعني لك في حياتك، صورة شخص مهم بتعلقها على حيطك، أو يمكن تلبس حتى سلسلة عليها اسم شخص بتحبه. فإحنا الصليب بالنسبة لنا يرمز لهذا الحب الإلهي، الله يتجسد ويصلب على الصليب عشان يصالح البشرية معه. ما ينفعش يغفر الخطايا بس يغفر خطاياك، هو حاشا أن يكون غير قادر، لكنه إله لا يتغير. الخطايا كثيرة والعالم كله، الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله، الكتاب بيقول. فكلنا يعني الطريقة الوحيدة اللي الرب ابتكرها واللي الرب فكر فيها من بدء الخلق لمصالحة البشرية هي الصليب. فما أعظم هذا الرمز اللي التقى عليه الرحمة والعدالة الإلهية، وبين رسم صورة جميلة لمحبة الله اللي مش ممكن كان ترسم بأي حكمة أعمق من هالحكمة الإلهية. أشكره وعظم اسمه القدوس على عمل صليبه، على نعمته اللي انسكبت وخلصتنا على عود الصليب، له كل المجد من الآن وإلى الأبد، آمين. كمان في رسالة بولس الرسول لأهل كورنثوس الأولى العدد الإصحاح الأول العدد 18 بيقول: فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. والقصد مش إهانة يقول إنه اللي ما بيعرفش الصليب جاهل، لكن اللي ما بيعرف الشيء يجهله. لو أنت بتسمعني لأول مرة وعندك استفسارات وأسئلة عن الصليب اسأل، مش خشبي ولا حجر يعبد، هذا بيّن خلاص الله وقوة الله في المصالحة البشرية والسماح والغفران خطاياي وخطاياك. حتى الغفران صاروا مش وإحنا يعني جايين نتوب أو إحنا فاهمين اللي بيحصل. في الرسالة إلى برضو بولس الرسول إلى أهل روميا الإصحاح الخامس العدد الثامن بيقول: ولكن الله بيّن محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. يعني بادر في حبه وأعطانا الخلاص وإحنا لسه في الخطية. وللأسف بخاف اليوم يكون البعض منا لسه عايش في هالمبدأ. الآن إحنا في زمن النعمة، لكن هالزمن له نهاية، والخطية لو استمرت عواقبها مش سليمة، وأنت عارف أكتر مني. فبصلي لكل واحد ولنفسي أولا، لأني أنا بشوف نفسي من خطاياي أمامي في كل حين، وكل يوم بعمل خطايا، لكن يا رب ساعدنا نتوب، ساعدنا نرجع للي بعيد، ساعدنا نتمسك بمفاهيم صليبك وحبك الإلهي، لحتى في نعمتك نضمن خلاصنا. لك كل المجد من الآن وإلى الأبد، آمين. تعالوا نسمع الترنيمة مع بعض. ترنيمة وعود، Thank you.
أنا ما أعبد صليب لا خشب ولا حجر، أنا أعبد الحبيب الله محب البشر، الله محب البشر. أنا ما أعبد صليب لا خشب ولا حجر، أنا أعبد الحبيب الله محب البشر، الله محب البشر. تشوفني لابس صليبي هذا يرمز لحبيبي، تشوفني لابس صليبي هذا يرمز لحبيبي. عني انصلب مات واندفن لكن قام ويجي عن قريب، معبود صليب لا لا أنا معبود صليب. وأنا بعد خاطي حب أهلي بينا، مات المسيح راضي لأجلي أنا. وأنا بعد خاطي حب أهلي بينا، مات المسيح راضي لأجلي أنا. وهو لابن الحبيب قبل الصليب، تشوفني لابس صليبي هذا يرمز لا حبيبي، تشوفني لابس صليبي هذا يرمز لا حبيبي. عني انصلب مات واندفن لكن قام ويجي عن قريب، لا معبود صليب لا لا معبود صليب. هو رمز الفداء وصار لي بحياة، يوم عليه نفذ حكم عدل الإله. هو رمز الفداء صار لي بحياة، يوم عليه نفذ حكم عدل الإله. تلاقى برحمة وطيب على الصليب، تشوفني لابس صليبي هذا يرمز لحبيبي، تشوفني لابس صليبي هذا يرمز لحبيبي. عني انصلب مات واندفن لكن قام ويجي عن قريب، أنا معبود صليب لا لا معبود صليب. بعرق بدم بدموع صورة الحب رسم، وتمم به يسوع خلاص لكل الأمم. بعرق بدم بدموع صورة الحب رسم، وخلص به يسوع خلاص لكل الأمم. للبعيد والقريب بعمل الصليب، تشوفني لابس صليبي هذا يرمز لحبيبي، تشوفني لابس صليبي هذا يرمز لحبيبي. عني انصلب مات واندفن لكن قام ويجي عن قريب، أنا معبود صليب لا لا معبود صليب. أنا ما أعبد صليب لا خشب ولا حجر، أنا أعبد الحبيب الله محب البشر، الله محب البشر. تشوفني
غلاب الصليبي هذا يرمز لحبيبي شوفني لابس صليبي هذا يرمز لحبيبي عني انصلب مات واندفن لكن قام يجي عن قريب أنا معبد صليب لا لا معبد صليب لا 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 لا, لا أنا معبد صليب. قبل ما أودعكم بترككم مع تقسيمة عود الرب يكون معكم وبارك حياتكم لحد ما نلتقي المرة الجاية. سلام المسيح. ترنيمة وعود.